بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، يعني 100 بعير، ساقها من المدينة، فلما وصل إلى مكة بقي محرما، لم يحل من إحرامه حتى نحرها يوم النحر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم تحلل من إحرامه التحلل الأول، ثم مضى إلى مكة وأفاض، تحلل التحلل الكامل، بقي في منى كما يأتي. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم على بدنه، أي أن يتولاها، يقوم عليها يعني يتولاها بالعلف والسقي، وأن يسوقها إلى أن تصل إلى حلها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة انصرف إلى هديه، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل عليا في نحر الباقي من 100، وأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. هذا فيه التوكيل في ذبح الهدي، وأنه يجوز للإنسان أن يوكل من يذبح هديه، لأن الحاجة أحياناً تدعو إلى هذا، فإذا احتاج إلى التوكيل أو حتى لو لم يحتج له أن يوكل، والوكيل يقوم مقام الموكل. وهذا فيه التوسعة على المسلمين. واليوم كما تعلمون فتحت مكاتب لاستقبال أثمان الهدي من الحجاج، من أجل أن يشترى بها لهم، يشترى بها لهم هدي ويذبح ويوزع لحمه، يتولى المكتب توزيع اللحوم. وهذا فيه تيسير على المسلمين، وفيه أيضا حفظ للحوم والجلود، بدل ما كانت تهدر وتنتن وتضيق على الناس، صارت الآن تحفظ وينتفع بها. وصار الذي يشق عليه ذبح الهدي والذهاب إلى المنحر يوكل هذه المكاتب، وهي تقوم بذلك. أخذا من هذا الحديث، وفي الحديث أيضا أن لحوم الهدي لا تهدر، وجلودها وأجلتها لا تهدر بل توزع، ولا يستردها صاحبها، ما يسترد الجلود أو الأجلة، وإنما توزع مثل اللحوم على الفقراء. وإن شاء هو أن ينتفع بالجلد، يعني يدبغه ويستعمله، فله ذلك، لكنه لا يبيعه، وإنما ينتفع به هو لا بأس، أو يعطيه من ينتفع به. ففيه أن لحوم الهدي لا تهدر وتضيع،
لأنه ليس المقصود الذبح فقط، المقصود الذبح والانتفاع والتوسع بلحوم الهدي. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيأكل، يستحب أنه يأكل منها. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، استحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها، هذا هو السنة. وإن تصدق بها كلها ولم يأكل منها فلا بأس، وإن أكلها كلها فلا بأس، المهم أنها ما تهدر وتضيع، إلا إذا كان الهدي هدي جزاء، إذا كان الهدي هدي جزاء عن ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة ولا يأكل من كفارته. فإذا كان الهدي هدي جزاء فإنه لا يأكل منه. أما إذا كان هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع فإنه يأكل منه. وفي الحديث أن الجزار لا يعطى أجرته من لحوم الهدي، لا يعطى أجرته من لحوم، لو واجرت جزار يذبح لك الهدي لا تعطيه أجرته من لحمها ولا من جلودها، وإنما يعطى أجرته من غير الهدي لئلا يكون لحم الهدي معاوضة، فهو في حكم البيع. إذا أعطاه أجرته منها فهذا في حكم البيع فلا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يعطيه أجرته ويعطيه زيادة على ذلك تصدقا عليه فلا بأس، إذا أعطاه من لحمها من باب الصدقة لا من باب الأجرة فلا بأس بذلك، لأنه واحد من المحتاجين يعطى من لحمها. وقيل لا يعطيه حتى ولو كان فقيرا لئلا يتخذ هذا وسيلة. وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا أعطي زيادة على أجرته من باب أنه محتاج فلا بأس بذلك. نعم. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني الأجرة، نعطيه الأجرة من عندنا من غير الهدي. نعم. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كيفية ذبح الهدي. الإبل تنحر، والبقر والغنم تذبح، والنحر يكون في اللبة، يكون في اللبة في أسفل رقبة البعير، في أسفل رقبة البعير في الوهدة التي بين النحر والعنق، وهدة محل للذبح، مجمع العروق. وأما البقر فإنها تذبح في حلوقها، والغنم كذلك تذبح في حلوقها. فالإبل تنحر والبقر والأغنام تذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تذبح البقرة في حلقها. الإبل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن هذا أسهل لخروج الدم وأسرع في موتها، ولا تنحر وهي باركة أو معقولة، هذا هو السنة. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا ينحر بدنته، يعني بعيره الهدي، ينحر الهدي وحتى غير الهدي، حتى في غير الهدي فالإبل تنحر في دائما في هدي وفي غيره، هذا هو الطريقة الشرعية المستحبة. وهذا كما في قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها، نعم، صوافة، صوافة يعني قائمة صافة رجليها، قائمة صافة رجليها على قوائمها.
وفي قراءة فاذكر اسم الله عليها صوافنا بمعنى معقولة يدها وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن. الفرس إذا وقفت ترفع يدها الصوافن الصافنات الجياد. فقوله صوافنا يعني معقولة إحدى قوائمها. وفي قراءة صوافية أذكر اسم الله عليها صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في ذبحها. الشاهد من قول الصواف أو صوافنا في أنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى من أجل ألا تهرب، تعقل من أجل ألا تهرب. وذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة، لأن الدم يخرج بسرعة ويكون أسرع لموتها من ذبحها وهي باركة على الأرض. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، هذا دليل على أنها واقفة. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لأن الوجبة والوجوب معناها السقوط. فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى تخرج روحها، ما تقطع وهي لم تمت وتبرد، ينتظر حتى تبرد تخرج روحها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميتة فكلوا منها. فهذا فيه أن السنة أن تنحر الإبل قائمة عقولة يدها اليسرى. وفيه تعليم الجاهل في الحديث، تعليم الجاهل، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل: ابعثها من قيام سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال سنة السنة كذا، إذا قال الصحابي السنة كذا، هذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذه لها حكم الرفع عند أهل العلم. وأما البقر والغنم فإنها تضجع على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويذبحها في حلوقها على الأرض بيده اليمنى. نعم. باب الغسل للمحرم. المحرم يجوز له أن يغتسل وهو محرم، يجوز له أن يغتسل وهو محرم للتبرد أو للتنظف، أو المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت وهي محرمة تغتسل. الاغتسال الواجب والاغتسال المستحب. فالمحرم يجوز له أن يغتسل وأن يخلع ثياب الإحرام ويغتسل ثم يعيدها، ويجوز له أن يستبدلها بغيرها. الأمر واسع في هذا، وليس المراد الاغتسال عند الإحرام، مراد الاغتسال بعد الإحرام، لأنه قد يطول عليه الوقت، هم مثل وقتنا هذا. في الزمان السابق كانوا يحرمون، يأخذون الأيام وهم في الطريق، يأخذون الأيام في الطريق، يحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون إلى الاغتسال. أما الآن يمكن تغتسل بالمشرق وتصل إلى مكة وتعتمر وأنت حديث العهد بالاغتسال بسبب سرعة النقل. أما ذاك الوقت فكان النقل على الإبل وعلى الأقدام، فكانوا يعرقون وكانوا يغبرون وكانوا يحتاجون إلى، ويصيبهم الحر ولفح الهجير، ويحتاجون إلى الاغتسال للتبرد أو الاغتسال للتنظف أو حتى الاغتسال إذا احتلم. ممكن المحرم يحتلم، أو المرأة يصيبها حيض نفاس تطهر تغتسل. فالمحرم يباح له أن يغتسل وهو محرم. نعم. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين
أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه تجادل في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه، لأنه معلوم أن المحرم يحافظ على رأسه لئلا يتساقط منه الشعر، لئلا يتساقط منه شيء من الشعر. فالمسور يقول أن الرسول لم يغسل رأسه، وابن عباس يقول أنه غسل رأسه. فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسألانه، فهذا فيه الاجتهاد، فيه مشروعية الاجتهاد في المسائل الفقهية والاختلاف فيها، وأن الاختلاف فيها لا يذم ولا يضر، ليس هو من الاختلاف المذموم، بل هو من الاختلاف المشروع، لأن كل واحد يجب عليه أنه يبحث ولا يقلد، ما دام يستطيع البحث يبحث ليتوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه. أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل العلم. ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه، وأن هذا لا يضر، بل هو مطلوب من البحث والتقصي والتوصل إلى الأحكام الشرعية. ثانياً، فيه أن المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع إلى السنة، فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ففيه الرجوع إلى السنة. وهذا كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما يجوز أن نقول كل واحد يبقى على رأيه، رأي والرأي الآخر كما يقولون الآن، ما يجوز هذا، يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فما دل عليه الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه، ما هنا رأي ورأي آخر، الدين واحد، والمرجع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله. ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح. والمرجع ما هو بلا أقوال العلماء، المرجع إلى السنة هي المرجع، وهي الفصل في النزاع، ما هو كل واحد يرضى برأيه ويقول وسعوا على الناس لا تضيقون عليهم خلوا كل يأخذ برأي، هذا لا يجوز أبدا، هذا يؤدي إلى الضياع. ونحن لم نتعبد بأقوال العلماء واجتهاداتهم، إنما تعبدنا باتباع الدليل. وفي هذا الحديث سؤال أهل العلم عند الإشكال، فإن ابن عباس وابن مخرمة رضي الله عنهما سأل من هو أعلم منهما، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ففيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السنة، فالرجوع إلى السنة
بواسطة أهل العلم، ما هو بكل واحد يرجع إلى السنة، ما هو بكل واحد يرجع إلى السنة، العوام والمتعالمين والجهال، إنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها. فعبد الله بن عباس والمسور سأل من هو أعلم منهما، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب وجد، والاختلاف وقع في الأبواء، والأبواء موضع، اسم موضع بين مكة والمدينة، قريب من مكة، هذا هو الأبواء، ويغتسل بين قرنين، بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين يوضع عليهما الثوب لأجل الاستتار، ففيه أن المغتسل يستتر عن الناس ولا يغتسل أمام الناس، إنما يغتسل من وراء ساتر يستره. وفيه ما ساق المؤلف الحديث من أجله، أن المحرم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسال ويغسل رأسه، وإذا سقط شعر من غير قصد لا يضر، لكنه لا يتعمد هو إسقاط الشعر، أما لو سقط من غير قصد فإنه لا حرج في ذلك. وفيه التسليم على المغتسل وعلى المتوضي، أنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل، وإنما الممنوع أنه يسلم على من يقضي حاجته، على من يتبول أو يتغوط لا يجوز السلام حتى يفرغ. أما الذي يغتسل فلا مانع أنه يسلم عليه. وفيه التعليم بالفعل، فإن ابن المسور، فإن أبا أيوب رضي الله عنه علم هذا الحكم وهو غسل رأس المحرم، علمه بالفعل، فأظهر رأسه رضي الله عنه وجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو يفرك رأسه ليتبلغ بالماء، يقبل بيديه على رأسه وأدبر ثم ردهما من أجل أن يتبلغ بالماء. ففيه التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وفي قول المسور لا أماريك بعدها دليل على الاعتراف بفضل العالم، فيه دليل على الاعتراف بفضل العالم. والتنازل عن الرأي إذا تبين الحق، أين المسور تنازل عن رأيه، ما يقال الرأي الآخر كل له رأيه، لا، الرأي هو ما دل عليه الدليل، والمخالف يرجع إلى الصواب. هذا إذا كان عنده إيمان، أما إذا كان عنده هوى، إذا كان عنده هوى وعدم خوف من الله عز وجل، فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه أو لرأي شيخه أو إمامه، تعصب ولو تبين له الدليل، هذا لا يجوز. الواجب أنه يرجع إلى الحق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة، وأدبهم فيما بينهم، فيه أدبهم فيما بينهم، وفيه أدبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه رجوعهم إلى أهل العلم. الصحابة يرجعون إلى أهل العلم، فكيف بغيرهم؟ نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة. نعم، فسخ الحج إلى العمرة، وهو الخروج من الإحرام بالحج إلى العمرة، بأن يحول حجه إلى عمرة. فإذا أحرم بالحج من الميقات مفرداً، أو أحرم قارناً بين الحج والعمرة، فإن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل أنه يحول إحرامه إلى تمتع،
لأن التمتع هو أفضل الأنساك، بأن يؤدي العمرة وإذا فرغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني قارنين بين الحج والعمرة، قارنين بين الحج والعمرة. ومنهم من أحرم بالحج مفردا، منهم من أحرم بالحج مفردا. وكانوا على قسمين، قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي. والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وغيرهما معهم هدي. فالذين معهم الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا إحرامهم إلى تمتع. نعم. أهل النبي صلى الله عليه معنى وسلم، معنى أهل يعني لبى، أهل يعني لبى، فالإهلال هو التلبية، أو يراد به الإحرام، يقال أهل بمعنى أحرم، أهل بمعنى أحرم. والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت، الأصل في الإهلال أنه رفع الصوت، لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية. نعم. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. بالحج، منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم وقارنا بين الحج والعمرة. نعم. وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن، أرسل عليا إلى اليمن ليأتي بالزكوات والجزية من اليمن، فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله. هذا فيه دليل على جواز أن الإنسان يحرم بمثل ما أحرم به فلان، ويكون حكمه حكم الذي علق إحرامه على إحرامه، إن كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً يكون مثله، لأن علياً أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تقول: أحرمت بما أحرم به فلان، ثم تسأل عن فلان ماذا أحرم به وتمشي مثله. ولو أن الحجاج جاءوا مثلاً على الميقات، أكثرهم عوام ما يدرون، فأحرموا جميعاً، فيهم علماء وفيهم طلبة علم، والعوام تبع للعلماء، لو ما عرفوا وشن يحرمون مع الناس، وحكمهم حكم الناس، حكمهم حكم الناس. نعم. هذا فيه توسعة، فيه توسعة على المسلمين، لأن ما كل الحجاج يعرفون، ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح. نعم. فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ليس معهم هدي، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يكملوا عمرتهم. وكان هذا شيء لم يعتادوه، لم يعتادوا فسخ الحج إلى العمرة، هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل عندهم إشكال، هل المراد أنهم تحللون التحلل الكامل أو التحلل الأول، التحلل الكامل الذي فيه وطئ النساء، أو التحلل الأول الذي ليس فيه وطئ النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، الحل كله. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. نعم. إلا من كان معه الهدي، إلا من كان ساق الهدي من الحل، إنه يبقى على إحرامه
ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. استغربوا يعني استغربوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ما هي من عادتهم أنهم يتحللون من الحج ويحولونه إلى عمرة، ليس هذا من هذا الشيء لم يألفوه، ولذلك قالوا حتى أن نطأ النساء بعد العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا، قال الحل كله. يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني كناية عن مواطأة النساء بعد العمرة، استغراب منهم. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب، فأراد أن يزيل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم، وأن ما أمرهم به هو الأفضل، وهو التمتع، وأنه أفضل من القران وأفضل من الإفراد. وتمنى صلى الله عليه وسلم أن كان أنه لم يسق الهدي حتى يتمتع بالعمرة إلى الحج، تمنى ذلك، ولكن منعه سوق الهدي عملاً بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم، وهم يرون الرسول لم يتحلل، يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون، أشكل ذلك عليه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القران أفضل أو الإفراد أفضل، لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل، لكن بقي من أجل سوق الهدي، وإلا فالتمتع أفضل، أفضل من القران وسوق الهدي. وفيه جواز قول لو في تمني الخير، وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر، يعني أمور الدنيا ما تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، أما أمور الدين يجوز أنك تقول ليتي فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، من باب التأسف على فوات الخير والأفضل، ففيه جواز لو إذا كان في تمني الخير، وعدم جوازها إذا كان من أجل تمني الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا في أمور الدنيا، الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو، أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته، لأن هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير. نعم. فالحديث فيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحر هديه يوم العيد. وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك، لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم، تمنى أن يكون مثلهم، ففيه دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وفيه جواز قول لو، فيه جواز قول لو في التأسف على الخير وأنه ليس ممنوعا. وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد، فالعالم يشرح له، العالم يشرح له ويزيل ما في ذهنه. نعم. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت،
ولولا أن معي الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت. أي نعم. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. نعم، وهذا فيه دليل على أن المحرمة المرأة المحرمة إذا حاضت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة، تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة. فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك. أما إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تكون قارنة. هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم، ولما نزل عليها الدم أصابها الندم والبكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل المناسك، تقف بعرفة، تبيت في مزدلفة، ترمي الجمار وهي حائض. أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر، هذا إذا أصابها الحيض في أثناء الإحرام، أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حائض. فإن اتسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها، وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصير قارنة. لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلونه أن يحرم، هذا من الجهل. تحرم وهي حائض، الإحرام لا يشترط له الطهارة، تحرم وهي حائض. لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذي الحليفة، ولدت في الحليفة وأصابها النفاس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثر بثوب وأن تحرم، فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، بل تحرم وهي حائض وهي نفسة، أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها. لأن بعض الناس إلا من حاضت يحللها من إحرامها ويمشي، يقول خلاص ما لس عمره ولا لس شيء، ويحللها من إحرامها ويروح بها البلدة، هذا من الجهل، هذا من الجهل. ومن أحرم وجب عليه المضي ووجب عليه الإكمال وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز أنك ترفض الإحرام بل تستمر فيه إلا في حالة الإحصار. في حالة الإحصار يفدي ويتحلل، لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت، صده عدو أو حبسه حابس لم يصل، يتحلل يفدي ويتحلل، يتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون ومنعوه، تحلل هو وأصحابه وفدوا في مكانهم. أما إنسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول إلى البيت فإنه يبقى على إحرامه، والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف. ومناسك الحج تفعلها، ما يشترط لها الطهارة، الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، كل هذا تفعله وهي حائض، افعلي ما يفعل الحاج. نعم. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها نسكت المناسك كلها، يعني فعلت أفعال الحج كلها، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذا فعلته وهي حائض. نعم، لأنه لا يشترط له الطهارة. نعم. فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فهذا فيه دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة، تشترط له الطهارة. وجاء في الأثر الصحيح، جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. فدل على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، فلا يجوز الإنسان يطوف وهو على غير طهارة.
هذا الحديث صريح، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فعلق الطواف بالطهارة، دل على أنها شرط لصحة الطواف. نعم. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد هي كانت متمتعة، هي كانت قارنة، لما أصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها، فهي اعتمرت لكنها لم تقتنع، تقول لا ما أبي عمرة على حدة، ما أبي عمرة تدخل مع الحج، هذا من حرصها على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي، لكنها لم تقنع من حرصها على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم مع أخيها فأحرمت بعمرة بعد الحج. فهذا فيه دليل على أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يعتمرا بعد الحج، وفيه دليل على تكرار العمرة، لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها، ففي دليل على جواز تكرار العمرة. وفيه دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة إنه لا يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل. وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن، ولو كان السفر قريبا لابد من المحرم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء، تروح بطيارة، ولعلي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، وهذا يقول لا يحل، هذا يقول يحل للمرأة أن تسافر مع الرسول، عمم وقال لا يحل لها أن تسافر عموما، لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ، ما يحل لها، الرسول عمم، لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم أقرب شيء، فكيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر هذا من حرصها على الخير رضي الله عنها، وإلا بالحقيقة أنها جاءت بعمرة مع الحج، نعم، لأنها قارنة. نعم. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج، فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب، وفيه دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرها ولو كان قصيرا، وفيه دليل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من الحل. نعم. أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة كما سبق لكم، فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة ويقف بعرفة، أما العمرة كل أعمالها في الحرم، والنسك يجمع فيه بين حل وحرم، فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأجل أن يجمع بين حل وحرام. هذا هو الفرق بين الحج والعمرة، لأن الحج سيخرج إلى الحل، أما العمرة كل أعمالها داخل الحرم. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم. هذا حديث ابن عباس كما
كما في حديث جابر في أن من أحرم متمتعا أو قارنا من أحرم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن السنة أن يحوله إلى تمتع أن يفسخه إلى تمتع هذا هو الأفضل وبعض العلماء يقول هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تأكيد على ذلك ولكن الصحيح أنه سنة ليس بواجب نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة لأنهم مشوا من المدينة من ذي الحليفة في يوم 25 من ذي القعدة فوصلوا إلى مكة في يوم 4 من ذي الحجة يعني 9 أيام يمشون 9 أيام نعم فقدم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة نعم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة كما سبق أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة أن يحولوا قرانهم وإفرادهم إلى عمرة نعم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله أي الحل؟ لأن الحل على قسمين تحلل أول وتحلل ثاني فهم يسألون الرسول هل يتحللون التحلل الأول ولا يأتون النساء أو يتحللون التحلل الثاني ويأتون النساء سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحلل الكامل نعم وعن عروة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله كله بما في ذلك إتيان النساء نعم وعن عروة ابن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك نعم سألوا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لما دفع من عرفة فسألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة كان صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير وعدم السرعة التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المنبسط السريع الذي ليس فيه شدة العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة فإذا وجد فجوة يعني وجد متسعا في الطريق ليس فيه أحد نص يعني زاد في السير لماذا؟ من أجل أن يدرك الصلاة في مزدلفة لأنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يصلوا إلى مزدلفة فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة إذا أمكنت من أجل الصلاة نعم فهذا فيه دليل على صفة السير ما بين عرفة ومزدلفة أنه مع الزحمة يرفق مع الزحمة يرفق ومع المتسع يسرع إذا أمكن لأن السرعة مطلوبة لأجل يصل إلى مزدلفة مبكرا إذا أمكن وفيه سؤال أهل العلم لأن الصحابة سألوا أسامة بن زيد عن ذلك رجوع إلى أهل العلم نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه يكفي نقف عند هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء أن يتناولن ما يمنع الدم لأداء الطواف وأداء العمرة والحج إذا أخذت المرأة ما يمنع الدم قبل نزوله إذا أخذته قبل نزوله وامتنع فلا بأس
أما بعد أن ينزل فإنها لا تأخذه، لا تأخذ الحبوب بعد أن ينزل الدم، بل تتركه يستمر، ولا عليها ضيق ولا حرج ولله الحمد. النسك باقي والسعة لها حاصلة ولا عليها مضايقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت من الميقات للعمرة واشترطت، امرأة أحرمت من الميقات للعمرة واشترطت ثم حاضت فرجعت من مكة ولم تؤدي عمرتها حتى الآن، فما الحكم فيها حفظكم الله؟ الحكم أنها ترجع وتؤدي العمرة لأنها ما زالت محرمة، والحيض ليس بمانع، الحيض تنتظر إما في مكة إن تيسر أو تجي للرياض وهي حائض محرمة، فإذا طهرت تغتسل وتروح تؤدي العمرة، ولا في حرج ولا مضايقة. واليوم الحمد لله المسافات قريبة، السيارة مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات والطائرة ساعة وعشر دقائق، ما هم مثل من أول يأخذون شهر من الرياض إلى مكة، الآن الحمد لله ساعات، فهي بالخيار، إن شاءت تبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة، وإن كان عليها ضيق أو وليها عنده شغل فلا مانع أنها تأتي للرياض وتحتفظ بإحرامها، تتجنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت ترجع لمكة وتؤدي العمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن امرأة حاضت فلم تطهر حتى انقضت أيام التشريق، أيام التشريق كلها، فماذا تفعل؟ ما عليها، تبقى، ما يخالف، تفعل أفعال الحج وهي حائض، ما يبقى عليها إلا طواف الإفاضة، متى ما طهرت تطوف ولو بعد أيام الحج ولو في آخر شهر ذي الحجة، ما يخالف، لأن طواف الإفاضة ليس لآخره حد، طواف الإفاضة ليس لآخره حد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأنه من السنة أن يغتسل المحرم إذا وصل للحرم بعد الإحرام عند دخول مكة؟ نعم، يقولون يستحب أنه يغتسل عند دخول مكة، إذا اغتسل لا مانع، لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت إلى مكة حاجا حج تمتع، فلما وصلت إلى مكة وقبل طواف العمرة قلبت نسكي إلى إفراد، فهل ما فعلته جائز؟ لا، تمتع ما يتحول إلى إفراد، يمكن يتحول إلى قران، يمكن يتحول إلى قران، كما تحول إحرام عائشة من تمتع إلى قران، يمكن يتحول إلى قران، ما في مانع، قبل أن تشرع في طواف العمرة، أما أنك تحوله إلى إفراد لا، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحرت أنا وأبي في الحج. نعم. يقول نحرت أنا وأبي في الحج بعيرين وهما باركان، فهل علينا فدية أم لا؟ لا، ما في بأس، بس هذا من السنن، أنك تذبح وهي قائمة سنة، هو واجب، وإذا نحرتها وهي باركة ما في بأس، لكن تركت الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يدفع ثمن الهدي في إحدى المكاتب في مدينة الرياض ثم ينطلق للحج، فهل يكون بذلك قارناً قد ساق الهدي أو متمتعاً؟ لا، ما ساق الهدي، الدراهم ما هي بهدي، ما بعد شري الهدي ولا هم معه، فهو ما ساق الهدي، الهدي يشرى من هناك، يشترى من هناك ويذبح، فهو ما ساق الهدي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم من أراد الحج متمتعاً أن يبقى بعد قضاء عمرته في مكة، أم له أن يرجع إلى بلده؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم من أراد الحج متمتعا أن يبقى بعد قضاء عمرته في مكة، أم له أن يرجع إلى بلده؟ وإذا رجع إلى بلده ثم أراد العودة في اليوم الثامن، فهل يحرم من الميقات أم يحرم من مكة؟ الأفضل أنه يبقى في مكة بعد العمرة، الأفضل أنه يبقى في مكة، إن احتاج إلى الرجوع إلى بلده لحاجة وغرض لا مانع، لكن إذا رجع يحرم من الميقات، لأنه مر عليه وهو يريد الحج، فيحرم من الميقات،
ويسقط عنه الهدي لأنه صار مفردا لما رجع إلى بلده بعد العمرة ورجع وحرم بالحج، يكون مفردا، انقطع التمتع بالسفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن البدنة التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتسابق وتقدم أعناقها لينحرها، وأن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أم لم يثبت ذلك؟ والله ما أدري، ما أعرف شيء أنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قام شخص بتدريب أولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان لو قام شخص بتدريب أولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان أثناء الذبح، قد إيش؟ قد يؤذون الحيوان. نعم. أثناء الذبح والتعلم، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا، ما يجوز يعذب الحيوان ويجيب واحد يتعلم عليه، هذا تعذيب للحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما يذبح الحيوان إلا إنسان يحسن الذبح. إذا أراد يتعلم يحضر عند اللي يذبح يشوف ويعرف كيف يذبح في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تسافر أكثر من بعض النساء تسافر أكثر من 100 كيلو متر لأجل العمل، وتقول إن مع السائق محرم، فهل هذا جائز مع أن المحرم هنا هو زوجة السائق؟ المرأة ما تكون محرم للمرأة، إنما يكون محرمها قريبها، من تحرم عليه بنسب أو رضاع، من تحرم عليه بنسب كأخيها وعمها وخالها، أو برضاع كأخيها من الرضاع أو ابنها من الرضاع أو أبيها من الرضاع، هذا هو محرمها، من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا. الصبي ما يصلح، اللي ما هو بعاقل ما يصلح، هذا المحرم، ولا العمل هذا ما هو بحجة. إذا صار ما عندها محرم لا تروح للعمل، تبقى ببيتها. والنساء ما كانت تدرس في الخارج، كل نساء آبائنا وأجدادنا والأجيال كلها ما كانت تروح وتسافر من أجل طلب الدراهم، يجلسن بالبيوت، وأزواجهن هم المطالبون بالإنفاق عليهن، الزوج هو اللي يسافر، هو اللي يطلب الرزق، هو اللي، أما هي في البيت، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة، وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الأمور، ولا يتعظون بما يحصل من النكبات الآن في الطرق. كم حصل على النساء من حوادث في الطرق، وهلك منهن عدد من النساء، وتجرحنا وتعيبت أجسامهن، ولكن ما يتعظون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدراهم تعميهم وتصمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استمر الحيض أو النفاس مع المرأة. نعم. إذا استمر الحيض أو النفاس مع المرأة وأكملت كل مناسك الحج إلا الطواف، وأرادت السفر لأنها قد جاءت مع حملة، لا سيما الحملات التي من خارج المملكة، ويجب عليها أن تذهب مع هذه الحملة، فماذا تفعل من هذه حالها؟ إذا كان بإمكانها، إذا طهرت، أن ترجع وتؤدي طواف الإفاضة، فلا بأس أنها تذهب إلى بلدها، وإذا طهرت واغتسلت تأتي مع محرمها وتؤدي طواف الإفاضة. أما أن تروح وتترك طواف الإفاضة ولا ترجع، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ دل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس وليها ويبقى معها. أحابستنا هي؟ قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن إذا كانت ما تستطيع البقاء في مكة بعد الحج، ترجع إلى بلدها وتحتفظ ببقية النسك، فإذا طهرت واغتسلت ترجع وتؤدي طواف الإفاضة، فلا بأس بذلك، ما يلزمها البقاء في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لطالب العلم أن يفتي بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز طواف المرأة الحائض عند الضرورة إذا خشيت فوات رفقتها، مع أن حديث المسألة وهي أحابستنا هي
صريح في ذلك. يا إخوان، فتوى شيخ الإسلام في رحمه الله في وقت غير وقتنا، في وقت كان السفر على الإبل أو على السفن في البحر يأخذ أشهر، وفيها أخطار، فيها أخطار في الطريق وفيها هلاك. أما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات وبالمراكب السريعة تغير الوقت، فبإمكانها أنها تذهب مع وليها، وإذا طهرت ترجع. وسائل النقل سريعة الآن، ما هي إلا ساعات أو يوم أو أقل من ذلك، وتؤدي نسكها. تختلف الوقت عن وقت شيخ الإسلام بن تيمية، نعم، مع أن قول شيخ الإسلام فيه نظر، حتى في وقته فيه نظر، لكن هو يقول اضطرت الضرورة إلى هذا. الآن ما في ضرورة، الآن ما في ضرورة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أن سفر المرأة بدون محرم محرم، فلو أن والد المدرسة ذهب بها إلى البلد التي تعمل فيه وأجلسها لوحدها ثم رجع، فهل يجوز له ذلك؟ إذا نزلت في بيت وتستطيع البقاء فيه مع الخوف فلا بأس، ما تحتاج إلى المحرم في البيت. إذا راح وأخذ له مسكن وسكنها فيه في سكن موثوق ولا عليها خوف، ما في بأس. المحرم إنما هو في الذهاب والإياب في الطريق، أما في البلد ما تحتاج إلى محرم، إذا سكنت ما تحتاج إلى محرم، في مسكن مأمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة لإدراك الصلاة هناك، هل يدل هذا على جواز الإسراع في المشي إذا أقيمت الصلاة؟ لا، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا أقيمت الصلاة. الرسول ما أقيمت الصلاة وهو في طريق مزدلفة، ما أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة هو يمشي على الهوينا عليه السكينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت في مزدلفة مبلغا من المال قدره 1000 ريال، وقدره 1000 ريال، نعم، وكنت محتاجا جدا فأخذته، فماذا علي وهل علي ذنب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لقطتها إلا لمنشد، لمن ينادي عليه حتى يجد صاحبه، فيلزمك ضمانه وأن تودعه عندما الجهة التي تتولى المفقودات في مكة، لأن المفقودات لها مكتب في مكة، وفي منى بيت المال، في بيت المال المحكمة الشرعية، فالأموال تودع في المشاعر في بيت المال، وأما في مكة فتودع في المكتب، مكتب الضائعات، فعليك أن توصل هذا المبلغ إلى مكتب الضائعات أو إلى بيت المال الذي في المشاعر، لأنهم ربما أنهم مسجلين اسم صاحبه، لأنهم يجونهم المضيعين ويكتبون أسماءهم، فإذا جاءت ضائعتهم أرسلوها إليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم مما ذكرتم أثناء الدرس أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة في السفر الواحد، وهل هناك حد لعدد العمرات في السفر الواحد؟ ما هناك حد، ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب، لكن إذا كان في مكة فالأفضل أنه ما يطلع من مكة، لأجل بقاؤه في مكة أفضل من العمرة، يبقى في الحرام يصلي ويعتكف، يصلي كل صلاة، الصلاة الفريضة في الحرم عن 100,000 صلاة، أفضل من العمرة بكثير، كونه يبقى في المسجد الحرام أفضل له من أنه يروح يجيب عمره، والراح فهو جائز، لكن يفوت عليه أجر كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دفع قيمة الأضحية لإحدى المكاتب لإخراج هذه الأضحية خارج وذبحها خارج المملكة لأنهم أكثر حاجة؟ يا إخواني، الأضحية شعيرة تذبح في البيوت وفي البلد وتوزع على الجيران، ما هي بتروح البلد آخر وبالخارج، هذه صدقة، ما تصير أضحية، هذه تصير صدقة من الصدقات. الأضحية السنة أنها تذبح في البيت، في بيت المضحي، لأنها عبادة،
يحل من أجرها وبركتها على أهل البيت ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون، هذا هو السنة. أما إذا روحت للخارج ما حصلت هذه المقاصد، ما حصلت هذه المقاصد الشرعية، تسمى هذه صدقة ما هي بضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتيت بخادمة بدون محرم وهي الآن تطلب مني أن أسمح لها بالحج. أتيت إيش؟ أتيت بخادمة بدون محرم وهي الآن تطلب مني أن أسمح لها بأداء الحج، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كنتم ستحجون أنتم وتحج معكم، أو كل واحد يتبقى معكم بالبيت ولا تسافر معكم، لأنها هي جاءت بدون محرم والإثم عليها وعلى وليها اللي خلاها تجي، فأنتم حافظوا عليها سواء في البلد أو أنها تسافر معكم، لأنها أمانة عندكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للقارن والمفرد بعد أن يؤدي الحج أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه؟ نعم. أو هل يجوز للقارن والمفرد بعد أن يؤدي الحج أن يعتمر عن أبيه أو أمه، أو أنه لا يعتمر إلا عن نفسه؟ إذا كان أبوه أو أمه ميتين فلا مانع، أما إذا كانوا أحياء فالحي لا يناب عنه إلا في الفريضة إذا عجز، لا يناب عنه إلا في الفريضة إذا عجز عنها يناب عنه، أما النافلة ما يناب عنه وهو حي، ما يناب عنه وهو حي في النافلة، لأن هذا لم يرد في السنة. نعم. وإنما وردت النيابة في العاجز عن الفريضة أو الميت، أو الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا الضابط للتحلل من الإحرام لمن أراد الحج، هل يصح أن يقال إن الضابط هو الضرورة قياساً على الإحصار؟ الضابط إذا صد عن البيت ولم يمكنه الوصول إلى البيت، صده عدو أو مرض أقعده ولا يستطيع، حصل حادث في السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح، تكسر ولا ما، هذا الإحصار. أما إنسان يتمكن من مرض يسير ويرجى شفاؤه يبقى محرم، فإذا شفي يروح ويؤدي النسك الذي أحرم به. نعم. لكن إذا صابوا شيء يمنعه، ما يمكن أنه يروح، ما يمكنه يروح، إما عدو وإما مرض أقعده أو كسور ورضوء وأشياء ما يستطيع معها المضي، هذا محصر يفدي ويتحلل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاجتهاد في المسائل الاعتقادية قياساً على الفقهية؟ هل يجوز إيه؟ الاجتهاد. إيه؟ في المسائل الاعتقادية. يا أخي كررنا عليكم وقلنا كم مرة الاعتقاد توقيفي، ما يجوز الاجتهاد فيه، وإنما يتبع الدليل، يتبع ما ورد بالدليل ولا يدخله الاجتهاد، هذا إنما هو في الفروع في الفقه في الاستنباط، هذا اللي فيه الاجتهاد. أما العقائد فهي توقيفية، ما ورد به الدليل اعتقدناه، وما لم يرد به دليل لم نعتقده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت للعمرة وقبيل تأديتها نمت قليلا فقمت وأنا محتلم ونسيت أن أغتسل. إيش؟ فقمت وأنا محتلم ونسيت أن أغتسل واعتمرت، فلما عدت من مكة تذكرت أني لم أغتسل غسل الجنابة، فسألت أحد طلبة العلم فقال لا بأس عليك، فماذا أفعل علما بأنني قد اعتمرت بعدها عمرا كثيرة؟ هذا ليس بطالب علما اللي يقول لا بأس عليك، هذا ليس بطالب علم، حتى ليس من العوام اللي عندهم شيء من الفطنة، هذا والعياذ بالله يفتي بغير علم. أنت محرم، ما زلت محرم، عليك أنك ترجع وتأدي العمرة التي أحرمت بها، لكن ما دمت اعتمرت بعدها فالعمرة التي بعدها مضي فيها، تقوم مقامها، تحللت منها بالعمرة التي جاءت بعدها، وإلا لو لم تعتمر بعدها يلزمك أنك تذهب وتأدي العمرة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.